ايه رأيك في شذا؟ من ناحية ايه؟ هو انت يا ابني السؤال بسؤال؟ مش عشان افهم بقول ايه؟ انت قايم جعان كده ليه؟ انا مش جعان ولا حاجة. واضح. تعرف ان انت كنت وحشني طول المدة اللي فاتت؟ كان نفسي اقول لك كده اول ما رجعت، بس انت تصرفاتك كانت قفلاني. ماشي، المهم دلوقتي خلينا في شازا. المهم ايه اللي بقوله لك ده المهم ويهمني انك تعرفه؟ انا دلوقتي بتكلم في شازا. اتفضل. ماشي، انا بصراحة كده شايف ان هي ست واضحة وكويسة عارفة هي عايزة ايه من الدنيا بجد. تخيل انا اكتشفت كده امبارح، رغم ان انا بعرفها من مدة طويلة، وهي ما كانش بتقول غير اللي عايزة تقوله بس. تلات اربع الناس كده بابا. على رأيك؟ بس انا بصراحة يعني ارتحت لها. طب ما تجيب سالي ونتعشى سوا النهاردة وتكلم شذا. نروح كافيه ونقعد في ترابيزتين وانت تطلب ليمون وانا اطلب برتقال وشغل الملزق. بس فينا انا بس انما الجو ده بلاش. براحتك. هو انت بتحبها ولا ايه؟ تصدق انا فرحان جدا ان احنا بقينا اصحاب وبنتكلم مع بعض. المهم الموضوع مش موضوع حب، هي صاحبه وست جدع زي ما انت قلت. تخيل انا ما كنتش حاسس بوجودها غير لما بعدت، حسيت ان في حاجه ناقصاني. تلات ارباع الناس كده يا بابا. هو انت يا ابني مش حافظ غيرها؟ عشان هي دي الحقيقه، احنا مش بنحس بقيمه الحاجه الا لما تروح من ايدينا. ايه بقى المعلومه الجديده؟ ما انا عارف. عندك حق والله. بص، هو الموضوع مش موضوع حب خالص، هي صديقه. يعني مش زي الحب اللي بينك وبين سالي، مش زي الحب اللي بين حسن ونادية. عشان أبقى جاوبت على سؤالك، يعني من الآخر صديقة وبس. وبعدين أنا مش هشوفها تاني، هي براحتها وأنا مش فارق معايا. أيوة، بس تخيل بقى مين اللي بيتصل بينا دلوقتي. شاسة عمته. لا انا مش زعلان ولا حاجه خالص. لا رجعت البيت. والنبي عايز اجي لك اتغدى، انا اتهريت اكل دليفري. بابا، لا لما تشوفيه انت بقى في الشغل بقولي له، ما هو قاعد قدامي اهو. الله يخرب بيتك. عايزه تكلميه؟ خدي. لا كويس، خدي كلميه. ايوه يا نادية يا حبيبتي. تعبان جدا، شكلي كده هاخده عرضه. طيب خلاص ما تزعقيش، هاخده مرضي. انا تعبان جدا. سلامتي، الف سلامه. مع السلامه. انت بتكذب عشان ما تروحش الشغل. تلات ارباع الناس بتعمل كده. Good morning يويو. صباح الخير يا حبيبتي. صباح الفل. ايه رأيك في سهرة امبارح؟ بذمتك مش كانت لطيفة؟ كانت لطيفة؟ الحمد لله عدت على خير، ولو اني كنت متأكد انها راح متعكنن، بس عدت. نادية كلامها ناشف قوي قوي. بس كلامها كله صح. كلم البنات يا يحيى. هستنى شوية لحد ما يهدوا. لا تستنى ايه؟ كلمهم عشان يهدوا، مش تستنى وتسيبهم عشان يهدوا. يلا يا يحيى. يلا يا يحيى. حاضر. هتكلم مين؟ هكلم ليلى.
بس ليلى ممكن تبقى في المدرسة. طيب هدى. الو. الو. ازيك يا حبيبتي؟ هو انت مش في المدرسة ولا ايه؟ هو انت بابا؟ ايوه حبيبتي انا بابا، ازيك؟ ازيك يا بابا؟ الحمد لله انا كويس. انت وحشاني جدا وانا نفسي اشوفك جدا في اي وقت انت تحبيه. ماشي هسجل نمرتك وهكلمك. سلام دلوقتي. اوكي سلام. باي. هكلم أروى. هو ده الكلام. اوكي. ما تردي لا تكون القناة. لا ده بابا مش عايز ارد عليه. الو. اي عروة. ماما انا بابا كلمني، هو كلمك او حاجه؟ وما ردتيش ليه؟ كلميه واسمعيه واديله فرصه. ده بجد؟ مستغربه اللي انت بتقوليه ده بصراحه. ده الصح وده اللي هقوله لاخواتك كمان. ماشي. هتنزلي امتى؟ هلبس وانزل. كلميني وطمنيني لما توصلي. ماشي اوكي. باي باي. باي. طب انا هلبس واجي اوصلك. لا مالوش لزوم يا علي. ليه ما انا قاعد فاضي، انا ممكن اوصلك وارجعك كمان. انت متاكد ان انت ما وراكش حاجه؟ انا بعت السي في بتاعي لشركات كتير ومستني حد يرد. ماشي. الو. انا علي. تمام. خلاص تمام شكرا مع السلامه. وشك حلو عليا، عندي انترفيو بكره. بجد مبروك على خير ان شاء الله. اوصلك بقى بمناسبه الانترفيو. ماشي. استنى استنى، صحيح انكل حسن واخد العربيه وماما واخده العربيه، فانا اصلا هروح في تاكسي. اوصلك برضو. برضو في تاكسي وارجعك كمان. ماشي اوكي.